انا سعيت الجوائز انا ما نصطادش الجوائز، تجيني واحد نعطيك حيله باش تصطاد الجوائز. المخرجه كوثر بن هنيه، مبروك جائزه شرق دوكيومنتري لافضل فيلم وثائقي في مهرجان الريت. شكرا، يبارك فيك، انا سعيده جدا. قلتي على المسرح انك تفاجئتي ان في جائزه وثائقي. اي، لانه انا فيلمي خارج المسابقه وانا ما شفتش اللي فيه جائزه للافلام الوثائقيه في المعروضه في المهرجان عموما. انا جيت لانه طلبوا مني اني نعطي جائزه احسن مخرج، فكنت سعيده بالحضور، فقط باش نعطي جائزه احسن مخرج. فسمعت بنت ألفة احسن فيلم وثائقي فتفاجأت، لكن المفاجاه كانت ساره وساره جدا. كان جنبي حد في الحفله النهارده قال لي لما اخذت الجائزه صائده الجوائز. انا سعيت الجوائز انا ما نصطادش الجوائز، تجيني واحد نعطيك حيله باش تصطاد الجوائز من غير ما تصطاد تعمل فيلم جيد. بقى صعب دلوقتي، فعشان كده تستحقي كل التقدير. ختاما، تهدي الجائزه لمين؟ الجائزة هذه نهديها للناس اللي اشتغلت معاهم في الفيلم هذا، الألفة وبناتها اللي كانوا على قدر كبير من الشجاعة باش يشاركوني قصتهم ويشاركوا ملايين الناس القصة هذه. مبروك، ودايما نكون معاكي في نجاحاتك ونكون سعداء لما نكون معاكي. يعيشك، شكرا ليك، شكرا.